كان حلي والناس وبعد كان حفظ ماطا وكان اعطيها لكافالي ثم كيبداو لا كورس. لا 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 شنو كتمثل لك هاد المطاع؟ يعني كنعرفو انت كنتي صغرتي كتجي مع المرحوم عبد الهادي بركه هاد المناسبه الله يرحمه، شنو كتمثل لك يعني هاد المهرجان بالضبط وهاد العروسه مع يعني الاحساس ديالكم انت صغيره وانت كتعيش هاد المهرجان هاد الاجواء؟ اللي كان كيعجبني بزاف لان في الاول ديال الوالد الله يرحمه كان عنده المطاع ديال كانوا كيجريو على العروسه وبعد كيتزوجوا مع احسن امراه جميله قبايل. ودابا الوقت بدل طبعا، الناس ما بقاوش بحال قبل قالوا دونك حق نتبعوا هاد المرحله الحنه ديالنا وهاد الشيء خصو يبقى دائما تحافظوا على التراث. ايوا التراث المغربية. شكرا. إذا كان شي حاجة تميزت بها هذه المهرجانات السنة يمكن ملاحظات على هذه المهرجانات السنة هذه؟ إذا كان شي تميز عن باقي تميز عن باقي النسخ الأخرى؟ اسمح لي؟ زعما واش كان تميز كان تاخذ خلق قناة السنة. نعم. هذه النسخة هذه بالنسبة لك شكات عليها هذا العام هذا النسخة العاشرة؟ خصوصا بعد كورونا ومن بعد التوقف. معلوم. ايوا حقيقه كانت مع الكورونا وداكشي ما بقيناش كان وكنت نعملوا الحفله انتم عارفين كورونا كان في العالم كله ماشي غير في المغرب ودابا جائزه عندنا دابا اللي عملنا مطعم والناس فرحانين هذا هو المهم لنا يا الشعب يكون فرحان وحنا هنايا عليهم الله يعاوننا عليهم. شكرا.